اهلا وسهلا بمتابعي موقع يلا كوره في كل مكان. هكون معاكم في حلقه جديده من فانتزي يلا كوره، ولكن النهارده هنتكلم عن اللعبه الجديده اللي اصدرها الموقع الرسمي لرابطه الدوري الانجليزي او رابطه البريمير ليج، اللي هتكون زي الفانتزي بريمير ليج اللي كلنا عارفينها او متعودين عليها، ولكن طبعا هيبقى فيه شويه تغييرات من حيث القوانين ومن حيث التحديات اللي هتبقى موجوده معانا في كل جوله من الجولات اللي جايه في بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، بدايه من الجوله 30 حتى الجولة 38. أطلق عليها الموقع الرسمي للبريمير ليج اسم فانتزي تشالنج، أو دلوقتي بيطلق عليها اسم تحدي الفانتزي. خليني أكد لكم في الأول، الفانتزي تشالنج هي لعبة منفصلة تماما عن الفانتزي بريمير ليج، ولا دي هتأثر على مشوارك في فانتزي بريمير ليج، ولا حتى مشوارك أو فريقك في الفانتزي بريمير ليج هيأثر على الفريق اللي انت هتبنيه في لعبة الفانتزي تشالنج. ولكن في طبعا بعض التشابهات ما بين اللعبتين. في البدايه يعني ممكن نقول ان اللعبه بتشترك في ان كل اللعيبه هتبقى موجوده في اللعبتين زي ما هما بنفس الاسعار اللي متعرف عليهم، وحتى لو حصل في ارتفاع او انخفاض في سعر بعض اللعيبه او قيمتهم في اللعبه، ده هيأثر او هيبقى موجود في اللعبتين بالتوازي. كمان ممكن تبني فريقك في لعبه الفانتزي تشالنج هي نفس لما بتبدا في اول الموسم خالص في لعبه فانتزي بريمير ليج، ان انت بتختار ال15 لعيب بتوعك في لعبه فانتزي تشالنج. هتختار 11 لعيب طبعا هيبقوا هم التشكيل الاساسي بتاعك او الفريق بتاعك لكل جوله، وهيبقى فيه اربع لعيبه هيبقوا موجودين على مقاعد البدلاء. كمان الميزانيه بتاعتك لما تبدا الفريق بتاعك طبعا هيكون نفس الميزانيه اللي انت تبدا بيها عادي جدا في لعبه فانتزي بريمير ليج، وهو مبلغ ال100 مليون جنيه استرليني. نفس القيمه دي بتفضل موجوده معاك كمان في لعبه الفانتزي تشالنج الجديده او لعبه الدوري الانجليزي الجديده. كمان هيكون معاك في الفريق بتاعك لما تكون فريقك من المكون من 15 لعيب، هيبقى معاك عادي الكابتن بتاعك، هتختار لعيب من ال11 الاساسيين اللي انت اخترتهم في التشكيل الاساسي بتاعك لكل جوله. كمان بتقدر ان انت تختار فايس كابتن للكابتن ده، عشان لو الكابتن اللي انت اخترته للجوله دي ما لعبش او ما شاركش وكان بلانك للجوله دي، يبقى الكابتنه دي تروح للفايس كابتن اللي انت مختاره للفريق بتاعك. ايه هي الاختلافات ما بين لعبه الفانتسي بريمير ليج العاديه اللي احنا بنلعبها من بدايه الدوري الانجليزي اللي هيتغير عليها في لعبه الفانتسي تشالنج او تحدي الفانتسي؟ اول اختلاف ممكن نلاقيه ما بين اللعبتين، متاح ليك بس في الفانتسي بريمير ليج ان انت تختار 3 لعيبه بس من كل فريق. يعني مثلا انت عايز تجيب لعيبه من ليفربول، فانت متاح ليك في الفانتسي بريمير ليج ان انت تختار 3 لعيبه بس. يعني انت لو عايز تجيب لعيبه في الفانتسي بريمير ليج من ليفربول، ممكن تجيب صلاح، ممكن تجيب ماك أليستر، ممكن تجيب داروين نونيز، ولكن ما تقدرش تزود عن العدد ده. ولكن في الفانتزي تشالنج او التحدي الفانتزي متاح ليك ان انت تختار 5 لعيبه، وده المختلف تماما عن الفانتزي بريمير ليج، وده اللي ممكن يخليك ان انت تبني فريقك من 3 فرق بس. الاختلاف الثاني في لعبه الفانتزي تشالنج ان هيبقى كل تحدي او كل جوله هتلعبها في لعبه الفانتزي تشالنج هتبقى منفصله تماما عن الجوله اللي بعديها. ان انت مثلا في الفانتزي بريمير ليج العاديه بتاعتنا، ان انت لما بتبدا الموسم من اوله، من اول الجوله الاولى، ان انت بتقعد تتراكم النقط بتاعتك من اول جوله لغايه الجوله 38، بتقعد تجمع النقط دي وتتراكم على بعضها وتتجمع مع بعضها لغايه اخر الموسم. ولكن ده مش هيبقى موجود معانا في لعبه الفانتزي الجديده او فانتزي تشالنج. الاختلاف الثالث وهو الاختلاف الابرز، طبعا خبر مفرح جدا لكل عشاق لعبه فانتزي حوالين العالم كلهم، ان مش هيبقى خلاص في ديدلاين او موعد محدد لاختيار الفريق بتاعك وان انت تعمل كونفيرم للفريق اللي انت هتدخل بيه الجوله دي، لان اللعبه بتتيح ليك ان انت تشوف تشكيلات الفرق. هيبقى عندي الحريه ان انا استنى التشكيلات بتاعه الانديه لما تنزل عشان اختارها واشوف ايه اللعيبه اللي لعبت، مين اللعيبه اللي خرجت من التشكيلات بتاعه او قوائم الفرق لما تعلن عنها، وما بقاش مضطر ان انا اجازف ولاعب واشارك لاعب واستنى التسريبات واعتمد على التسريبات اللي بتطلع من حوالين الصحف الانجليزيه اللي بتقول مين هيلعب النهارده في التشكيل الاساسي للفريق الفلاني ومين مش هيلعب. ولكن في تركايه بسيطه جدا يعني لازم تخلي بالك منها، ان انت لما هم شالوا الديدلاين للجولات كلها، ولكن في ديدلاين معين للماتشات. في لعبه الفانتسي بريمير ليج بيبقى قبليها بساعه ونص، وقبل
نص ساعة طبعا من التشكيل لأي فريق ما بينزل، بكونفيرم الفريق بتاعي على تقريبا الساعة واحدة وبيقفل الديدلاين ساعتها. ولكن في الفانتازي تشالنج لا، أنا هيبقى معايا لغاية قبل الساعة 2:30 لما عاد الماتش اللي هيتلعب ده، وأختار الفريق بتاعي وأختار اللعيبة اللي هتشارك ومش هتقدر تغيرها. طب السؤال دلوقتي، لو أنا دلوقتي لقيت إن جارد بوين أنا مختاره من فريق ويست هام ولقيته موجود في التشكيل الأساسي وسيبته وطلع في الماتش ده بلانك، يعني صنعش أهداف، ما سجلش أي أهداف، طلع على الأقل مثلا بنقطتين، فده يعتبر لعيب بلانك، هل أنا أقدر أغيره بعد ما الماتش يخلص لأن هو ما جابليش نقط؟ لا تماما، ما ينفعش خلاص، مدام اللعيب موجود وانت استقريت قبل ما الماتش يبدأ ان هو موجود في تشكيلتك وما غيرتهوش قبل ما الحكم يصفر بداية الماتش، خلاص انت مش هتقدر تغيره. وطبعا عايزين ننوه كمان ان مش شرط ان انت تبدأ الجولة وتلعب في لعبة الفانتازي تشالنج دي من اولها، انت ممكن تختار الفريق بتاعك في اي وقت من الاوقات اللي انت عايزه، يعني انت ممكن تبدأ في اي وقت ولكن بشرط وحيد ان على الاقل الجولة يبقى فيها ماتشين. وفي النهاية هنتكلم عن اصل اللعبة بقى، ليه اتعملت اللعبة دي او ليه تم طرح لعبة الفانتازي تشالنج او ليه اتسمت اصلا بفانتازي تشالنج او تحدي الفانتازي. كل جولة زي ما احنا قلنا بتبقى منفصلة، فكل جولة هيبقى ليها تحدي منفصل هيكشف عنه طبعا الموقع الرسمي للبريمير ليج. وبالفعل ده اللي تم لما اعلن او تم اصدار اللعبة الجديدة، كشفوا عن اول 3 تحديات في اول 3 جولات هتبدأ بيهم لعبة الفانتازي تشالنج، وهي الجولات 30, 31, و32. الجولة 31 التحدي الخاص بيها تحت مسمى فورورد فوكس، وده زي ما بنقول هو تحدي خاص بالمهاجمين فقط. يعني ايه الفورورد فوكس او ايه اللي هيحصل في الجولة 31؟ المهاجمين اللي هيبقوا عندك في الفريق هيبقى النقط بتاعتهم بالدبل، ده غير شرط الكابتن. احنا قلنا في الاول ان شرط الكابتن هي المسؤولة عن الدبل بوينتس، ولكن هنا في التحدي الفورورد فوكس في الجولة 31 هيبقى كل المهاجمين اللي عندك في الفريق هيجيبوا لك ضعف النقط. السؤال دلوقتي، لو انا جبت لعيب من مهاجم وحطيت عليه شرط الكابتن ايه اللي هيحصل؟ هل هيديني ضعف النقط وخلاص؟ لا، شرط الكابتن على المهاجم اللي هيكون عندك في الجولة 31 واللي بتدي دبل بوينز، هيبقى شرط الكابتن بتديك ميزة كمان ان انت ممكن كده خلاص المهاجم بتاعك هيجيب دبل بوينز العادية لو هو معلهوش شرط الكابتن، وشرط الكابتن هتخليه عدد النقط اللي هو هيجيبها باربع اضعاف. يعني سي مثلا لو انت عندك مهاجم هالاند مثلا من مانشستر سيتي لعب قدام ارسنال وطلع بلانك وجاب نقطتين على الاقل فقط من المشاركة في المباراة، دلوقتي هيبقى عدد نقاطه ده لو انت عامله كابتن هيبقى 8 لان هو هيتضرب في 4. طب لو انا مش عامله كابتن ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عدد النقاط بتاعته هيتضرب في 2 عادي، اللي هو زي ما يكون عليه كابتن عادي في جولة اخرى مش جولة الفورورد فوكس. بالنسبة بقى لتحدي الجولة ال 32 وده اللي كشف عليه الموقع الرسمي للبريمير ليج، هيبقى تحدي خاص ما بين الديربي اللي هيجمع ما بين فريقين مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة ال 32 وتحت مسمى ريد رايفالي، وده هيبقى خاص ما بين الفريقين دول بس. يعني ايه اللي هيحصل في الجولة دي او ايه التحدي الخاص بالجولة دي لفريقين مانشستر يونايتد وليفربول؟ ان اي لعيب هيكون عندك في التشكيلة الاساسية للجولة 32 هيبقى عنده الدبل بوينتس، يعني انت ممكن في الجولة دي تجيب 5 لعيبة من فريق ليفربول و5 لعيبة من مانشستر يونايتد وتحطهم كلهم في التشكيل الاساسي بتوعك، وكل اللعيبة اللي هتلعب ما بين الفريقين في اللي انت مختارهم هيجيبوا ضعف النقط. طب لو انت عامل على لعيب واحد من اللعيبة بتاعت مانشستر يونايتد او ليفربول دول حاطط له شرط الكابتن او الفايس كابتن ايه اللي هيحصل؟ مثلا لو هنتكلم عن محمد صلاح، طبعا نجم ليفربول واحنا عارفين يعني ايه محمد صلاح قدام مانشستر يونايتد، هينطبق عليه نفس اللي حصل في الجولة اللي قبلها بالنسبة للمهاجمين ان هو هيتضرب في 4، فمثلا لو هو جاب 2 في الجولة ال 32 هيتضرب في 4 فهيبقى عنده 8 نقاط. برضو ما تقدرش تتحكم او تبني فريقك على الفريقين دول بس مجرد ان هم هيدولك ضعف النقاط، فلازم برضو تبص على بقية المباريات وتشوف ايه الانسب ليك من الاختيار ما بين الفريقين. اكيد طبعا هتعتمد على بعض الاسامي من الفريقين دي في الجولة، ولكن ما انصحكش ان انت تعتمد شكل كلي على ان انت تختار 5 لعيبة من ليفربول و5 لعيبة من مانشستر يونايتد في الجولة دي وتحطهم في التشكيل الاساسي. انا عن نفسي
نفسي شايف ان اللعبة دي لعبة جميلة جدا وهتبقى مختلفة تماما عن الفانتسي بريمير ليج، لان في بعض الناس وانا واحد منهم يجيلي في نص الموسم كده لو بدأت اللعب فانتسي بريمير ليج العادية من اول الموسم ان انا ببقى زهيت او عندي ملل شوية، ان انا لسه بنتظر لجاية اخر الموسم عشان اعرف ترتيبي على مستوى العالم وعلى مستوى المحلي هنا في مصر. لكن اكيد لعبة جديدة فانتسي تشالنج هتخليني قادر ان انا العب، لان كل جولة منفصلة لوحدها ادخل تحدي مع اصحابي اعمل دوري مع، يعني ممكن مسموح ليك ان انت تخش في 25 دوري، وطبعا في جوائز كبيرة جدا. هيطرح الدوري الانجليزي الممتاز لعشاق لعبة فانتسي وخصوصا اللعبة الجديدة فانتسي تشالنج، وهم لأول ثلاثة على العالم وأول ثلاثة فايزين دول هياخدوا جوائز اللي موجودة في لعبة الفانتسي بريمير ليج. ولكن طبعا مع كل جولة وكل تحدي هيبقى ليها جايزة معينة، يعني صاحب المركز الأول في الجولة الثلاثين هياخد شيرت موقع من أنجي بوستيكوغلو مدرب نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، والجولة 31 المركز الأول هيحصل على تشيرت موقع من راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد، والجولة 32 هيبقى فيه تشيرت موقع من ماك أليستر لاعب ليفربول لصاحب المركز الأول على العالم في الجولة دي. وطبعا في نهاية الموسم ولما تخلص الجولات من أول الجولة 30 لغاية الجولة 38 هيبقى في النهاية في قرعة ما بين المشتركين في لعبة الفانتسي بريمير ليج عشان يروحوا رحلة لنيويورك ويدخلوا استديوهات أحد القنوات اللي بتبقى مشتركة في إذاعة أو بس مباريات الدوري الإنجليزي عشان ياخدوا جولة هناك، وهيبقى فيه جوائز كتيرة تانية. أنا طبعا متحمس لتجربة لعبة فانتسي تشالنج الجديدة.